توصل وها يخطف لك كرة عبد الله. يا سلام عليك يا سلام عليك، يكفي تفكيرك في كرة مثل هذه، يكفي التفكير في كرة مثل هذه، وكرة حلوة ملعوبة لب يعني تسقط للاعب، لاعب من الناشئين اللي قدمها نادي الكويت الربع ساعة. جول جول لعبد الهادي الخميس في الدقيقة 15 في الربع ساعة الأولى، وبالفعل جول حلو لنادي الكويت. ثاني جول ثاني، شوف خطفها هني، شوف انطلاقه ولاعب سريع، ضيع واحدة، لا ما ضيع الأربعة، سجل بالأربعة أيضا، سجل يوم الأربعة، سجل يوم تاريخ طبعا يشهد انه سجل 7 تاريخ اليوم 7/12/2011 هذه الإعادة والجول كأس الاتحاد. سجل جول حلو بتفكير سليم ورفعه خلف الحارس رغم ان لمسها